قبل 3 أيام تشنب ما يقارب حوالي 80 جثة. يلا استعجل، يلا الكتب عز، يلا يلا. شو هالغلطة هاي؟ والآن انشنب بما يقارب 10 جثث إلى الآن، ومستمرين بهذا العمل. خليها جوا. الأسبوع تقريبا نشيل 100 وأكثر من الجثث، يوميا بما يقارب 20 جثة ننتشر، ثم يعني ننهي العمل بسبب التعب أو بسبب حلول الظلام. شو اسلم لها هذه؟